كوثر لهوفيل. كنشوف راسي مواصفات ديال ميس عرب، قلت بوركوا با ما نشاركش. كنتوقع قويه بزاف، ولكن عندي واحد الاحساس بلي غادي نفوز. عندي بزاف ديال الاستثمارات في بزاف ديال مخططه بزاف ديال المشاريع. لبنى مهلوب، جي 22 ans, je suis de Rabat. Ressources humaines, je suis à l'UNCG. Je fais un master en gestion des ressources humaines. En même temps, je travaille dans le RH. Pur hasard. Je me suis dit, je vais tenter ma chance. Bien sûr, Kouchi Zouinette. Donc oui, elle est connue grande compétition. Je suis créatrice de mode, Talta Alamien. Ou Shadek Simonsabaka, un Tariq Asdek Adiadi. كانوا صيفطوا لي لو ليان وقلت علاش ما نشاركش بيسكو كاع المواصفات اللي طالبين كيتوفروا فيا، وجبونس كو المنافسه غتكون قويه فيك كاع البنات ما شاء الله زوينات، وان شاء الله الفوز الاحسن. هذه الدوره ديال 10 ديال ملكه جمال العرب، وهي ديجا تنظمات في المغرب، وحنا اول مره السنه اللي فايته انا كنت فيها، ولا كنت فيها كجوري، وهذه السنه قررت باش انا والوكيله الرسميه اللي هي السيده الدكتوره حنان النصر، مديت معها وكاله سنتين باش انا نقوم بالتنظيم ديال هاد الدوره اللي خصها ضروري يكون عندها واحد الصفه، واحد الصيغه كجميع ملكه الجمال اللي كتنظم في العالم كله. دونك اليوم عندنا الكاستينغ مدينه الدار البيضاء، خصوصا الدار البيضاء والرباط وسلا، ومن بعد غادي نتجهوا لمراكش. غيكون عندنا كاستينغ في مدينه مراكش اللي غادي يضم مراكش وزازات تارودانت النواحي واكادير، ومن بعد غادي نمشيو لطنجه باش ما نظلمو حتى شي واحد، كاع المغربيات اللي عندهم مستوى ثقافي عالي، لان ماشي بالضروره انها تكون يعني ملكه جمال العرب، ماشي كتعني انها ملكه جمال العرب، اللي كاين واحد الناس عندهم واحد التخوف من هذا الموضوع ديال ملكه جمال العرب. مراه مغربيه كتتميز بالصفات ديالها، بالجمال ديالها، بالاخلاق ديالها. دونك حنا بغينا نمثلوا المراه المغربيه، نوريو المراه المغربيه بالاخلاق ديالها والجمال ديالها والذكاء ديالها والدراسات العليا ديالها، باش تمثل المراه الملكه جمال العالم العربي في مصر. هذه الدوره كتقام نهائيات في مصر. اليوم ربع نهائي ديال الكاستينغ ديال ميس عرب اللي كتورغانيزا اوجوردي ا كازابلانكا، اللي انا كنقوم بالتدريب ديال لي ميس اللي غادي يشاركوا في هذه الدوره، اللي هما غيكون العدد ديالهم تقريبا 25 وحده، واللي غنحاولوا ناخذ منهم 15. والدور ديالي في هاد ليفنت اليوم هو انني جاكومباني لي ميس، كنشوفهم كيفاش كيتعاملوا، كنحاولوا نهضروا نخدموا معاهم لا كونفيونس اون سوا، نحاولوا نخدموا معاهم لي ديمارش ديالهم، كيفاش ممكن لهم يكونوا، كيفاش يتمشاو قدام الجوري، وكيفاش يعني كنحاولوا ناكومبانيوهم حتى الاخر ديال ليفنت. النبي والقران معانا، نمشيو في دفوف السلامة، الله والنبي والقران معانا، الله والوالدة بنت معانا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.